صلاح الدين المانوزي الأخ ديال المختطف الحسين المانوزي لحين الذكرى لخمسين سنة على الاختفاء دياله والاختطاف دياله من تونس يوم 29 أكتوبر 1972. هذا التخليد كانت مناسبة للتوقف على فين وصلت التحريات في الموضوع ديالو. بالطبع كتعرفوا بان هيئه الانصاف والمصالحه في اخر تقرير ديالها في التقرير النهائي وصلت على نقص الاستمرار ديال التحريات على اعتبار انها ما تمكناش من الوقوف على الحقيقه. فكان عندنا لقاء احنا كعائله يوم الخميس الماضي مع رئيسه المجلس الوطني لحقوق الانسان الاستاذه امينه بوعياش، لحمنا لها نفس السؤال اللي كنا سبقنا طرحناه لا على الرئيس احمد حرزني او الرئيس دريس اليزامي وبالطبع على الرئاسه الحاليه، فكان الجواب ديالها هو ان مع الاسف تحريات في الموضوع ديال الحسين ما وقعش فيها تقدم. بلغناها انها عده مرات اعطينا مؤشرات، مدينا المجلس مؤشرات ودلائل اللي يمكن تحدد المصير ديالو. فالوعد ديالها هو انها تتسمع العائله انها تراسل الجهات المسؤوله من اجل معرفه المصير ديال الحسين انطلاقا من كل المعطيات اللي اهم فهاد الذكرى ديال اليوم، هو انه توصلنا واحد المجموعه ديال الرسائل ديال الدعم. رساله من رئيس الفريق ديال الامم المتحده حول الاختفاء القصري، وكذلك من رئيسه الائتلاف الدولي ديال نضال الاختفاء القصري، كلها رسائل داعمه للعمل ديالنا. وتميز كذلك اللقاء بالمساهمه ديال الاطفال ديال المانوز في تخليد الذكرى وتعهد منهم الاستمرار على النهج ديال الحاج علي المنجزي والحاجه خديجه الله يرحمهم، اجل مطالبه بالحقيقه والانصاف.